ظلمي 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 بعد الساعة حين بتوصل 6 بعد ظلام، راقد مثل البارحة حول الساعة 10:30، وحين الساعة 6 ما يدرى كم ساعة، حول 10 ساعات ما يدرى كم. شبعان اركب ما بيايين، شبعان ينبي عورني من كثر الطيحة. وين بسير؟ الناس كلها رقود، الأول في لندن في الهايد بارك، أسير أخذ لي لفة واجري تقريبا ساعة ونص. يوم تظهر الشمس اوصل الفندق وارجع من قطرة ما واسير اتريق الحين، لاني مش مجاب، ما في لياقة عندي، لياقة ما شيء، هل كم من يوم، بعد من اسبوعين ثلاثة تماري والله انها. فلذلك لو بسير اجري ما بروم ما شيء هبه. ظلمي خايف، هذا ظلمي ظلمي. والحس يا ابوك متحرون، الحس تحروني، بايت اغني طول الليل، بايت اغني طول الليل، ولا ضارب زامر جفتي. هي والله والله العظيم، ولا قطو حتى قطاوه ما تعب. اخبركم انا قطاوه ما شفت عندهم قربان شيء، الكلاب حست لكن قطاوه ما شيء. قطاوه قطو مياو ما شفت قطاوه، ما ادري حال البلاد ممنوع فيها القطاوه. جيتين قبل جيت بعد ما شفت قطاوه، حتى مطعمنا البارحه مطعم سمك مفروض القطاوه شرق وغرب، ماشي ما سمعت لها نحس ولا نس. سبحانك يا رب، كان بلاد ما فيها قطاوه. ما تعرف كيف احد يحبون اللحم القطاوه ويصيرون عند البلاد اللي فيها سمك. لكن بلادهم هاي على البحار، عندهم بر وعندهم بحر وعندهم يبال، كل شيء عندهم. وريح اليوم عندهم هو اللي هو هذا طالت عماركم، ينظف الشير من الورق الهايف المصفر، حسب شي لو يخمون ما يخمون، تلقط الأرضية البلاد كلها ورق ورق شير. بعد مدة تلقطوا هاي الدنيا الخضراء وهذه السودة من كثر ما هي خضراء، هذا كله يحت ويازم الشير. عفان الله، تحرى حد ملبك فيه بشبريت أسود غادي، وسب الشهوب الخريف عندهم يجي، هذا يصرم يصرم الزرع، هذا كله يصرم، ما شيء خضري غادي ابدا. حتى الارضيه هذه شو الخضراء تيبي غادي ملحه، تحر حد له شاب عليها غاز وعارجنها. يا ربي الحس اليوم كان بني ادم حسه النمون. اي والله الحس متيود، الحس متيود ما بيدي حيله. علي المفيدي رحمه الله عليه، علي المفيدي تحيدونه، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، تحيدون في المسلسل مال حياه الفهد وسعاده العبد الله، مشبح حسي وانا علي المحامي يكي يكي. زي حسي متيود شو اسوي عاده، وكاتب تحت لا ايش قايل، عندي حفل عقب يومين، وحين يا سعيب عليك يا الله يا رب انه يبتليك مثل ما ابتلاني وابتلى غيري، وتكون تتكنسل الحفلة وتتأدب أدب حمدول دياته، لأن قايلين لكم العيب بلاء، من عيب ابتلاء، ما حد يعيب على العرب. حليلي أول مرة ينقبض حسي، عاد أنا عاد أنا هذا حسي ولساني انقبض ما شيء سناب. انقبض حسي ما شيء سناب، وان طلعت بذرة في لساني بعد ما شيء سناب. اي والله هاي هي العثرة العودة. طلبت الله يسلمكم لومية، لومي وعسل هباب، ما سكرت التليفون ولأنه يدق الباب، بسم الله أنت يالس ورا الباب، لو بعد يالس ورا الباب يسمعني ما ياب بهالسرعة، دقيقة ما واحالي. يا ربي الحس، يا الله يا رب ترد لي حسي علي. شوفوا بالله عليك، شوفوا الدنيا بعدها ظلمي، شوفوا الدنيا بعدها ظلمي. لا إله إلا الله، الساعة 8 حين. يا ربي الحس، هالمصيصة يمكن 4 قواط خلصت من البارحة باليوم. هو مكتوب في الصيدلية قالوا لي كل ساعتين أو كل 4 ساعات حبة، يعني في اليوم 6 حبات. وشلكم 6 قواط وقفت ما بلا 6 حبات، ولا قال لي كم الخبر. شو حالك مطعمنا اللي البحر تريقنا فيه أمس، تريقنا فيه اليوم بنسير لعدالة مرة. دق التليفون حق براشد وعيته، راكد قلت قم الحين
دقيقتي عندي شو بلاك ما بصاحي قال عبل الحين لاي اي والله البراشد مشكله وني 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 زياده لازم يتسحب وحده وهنتين وحده وهنتين ما شاء الله عليه. طيارتي الساعة 3:30 الطيارة، الحضور إلى المطار 12:30، وأنا أبوي طالع من متى مزهب ساماني، على فكرة ظهرت الشمس، وهذا الدرب اللي بي فيه أبو راشد، ليكون هذا كو، هذا بسكوتر ما ظني هو ساق سكوتر بيتكود، أقول لكم طالع ساماني مجهز، مربط معدل مرة جاهز مرة. باجي بس اللي أسكر الشنطة كل شيرية فضيت الكبتات ومن أسكر الشنطة هذا كله ينخاطها طيب هذا شكلها مرتب من أسكر الشنطة في وجه الشنطة أحط هاي الشنطة ها هاي تتبطل هاي روح تشيل 40 كيلو هاي من سلفرج تتسكر معدل مزينة معدل مزينة على ما تشوفون إذا تبطلها تدور الشنطة العودة هاي كلها داخل هاي أحطها على وجه الشنطة من داخل وأسكر عليها في حارس هو وزن زيادة عندك دونك مني ولا منك ما تمتحن تحط سامانك وتبطلك شارك في المطار تحط كراتين ولا تدور شنط ولا أن أبوي عندك شنطة تظهرها وتحط اللي تباه تخف منها الوزن أو أنك لقط شيء بغيت تشتريه ولا شياته ما يحتاج تشتري شنط من هالبلاد اللي أنت فيها غرب الله ما بسكر لحظة ما يحتاج تشتري شنط من البلاد اللي انت فيها شنطك وياك هذه وخفيفة كيلو وزنها او اقل حتى عن كيلو وتضم ادمي يروم يرقد داخلها وتتسكر وتشل الدنيا والدين هي والله هاي نصيحة للي بيسافر ياخذ منها اللي يبيعونهم في سلفرج الدور اللي تحت في البيسمنت وزينات وخفاف ما ذكر على كم عدد العواطف بين الاثنين الوقت لي بخلاف ظني وانا شرى بين نارين نار الوله وشواك فني ونار الرجاء والياس المهين ما ينفع الفايد تمني والصبر في تبع المقفلين سعد الليالي رحلني ويبقى الذكر بين المحبين فيك القوافي طاوع عني ايه وانت قطعت الوصل يا زين خمس الحواس سايلني عنك وقلبي في جرحين جرح التجافي والتجني جرح سكن في قلبي سنين تسلم أبو محمد صبحك الله بالخير لك وحشة يا غالي لكن منور دوسلدورف وسعيدين جدا بهالتغطية الجميلة وصحبتكم الطيبة ومرحكم وأناستكم وفعلا تردون لنا الروح والله يوفقنا في الحفلة من عاب ابتلى لكن إن شاء الله يعني يستر من دعواتك لكن إن شاء الله ترد بالسلام ولنا لقاء إن شاء الله في أقرب فرصة يا سيدي وتحياتي للجماعة والأصحاب اللي موجودين معك طويل حلقة اي ها استلمتي كذا زوده يا خالي كذا زوده السلام عليكم صلاح صلاح ما هو مزعج او صلاح صوت تعبان غرب الله انت بعد ما بهين لو انت لو ينطلج لسانك بسوي اليور شو صلاح اه شو صوت بتي ما صوت اليوم كاني مغني البارحه تعبان شوف متيود الصوت يا صلاح الصوت متيود بدل يا بدله انقص مره تعال شوي تحكيها لا تحرد عاد على ورا انت ملبك ولا بعدك لبجها تعال شوي جي آه. ايوه
زين مسكر علي انا ما بينت وكبر غالي كم اكبرك. ها هذه لبستي انا اليوم رمادي وازرق والجوتي هذا البربل وبراسي اليوم كله رصاصي برصاصي وشيء خضر بعد شيء تحت فانيله ايه فانيله خضراء وجوتي ابيض ما شاء الله عليك. ها ايوه وهذا انا وهذه لبستي اليوم رصاصي خشخش نايلون وتحت شيء غريب والحمد لله الامور طيبه وين بنسير يا لابتي ما تنقل الطايح طايح هواك ما تشيلونه والحب ما لعبات ومزايح كم و... لازم عيدها من اول يا لابتي ما تنقل الطايح طايح هواكم ما تشيلونه وطايح هواكم ما تشيلونه والحب ما لعبات ومزايح كم واحد في الحب دفنونه وكم واحد في الحب دفنونه وعاين تبارك في السماء لايح صوب البريم يهرق مزونه وصوب البريم يهرج مزونه ويسقي صعراء وين الغضي سايح سودي الهدب ومكحل عيون سودي الهدب ومكحل عيون هبوش 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 يوم هو قوي والهو بارد او براشد موه. ها شو البرد حبوب تقصص الحبال تقصص الحبال ما أيوة. فيك حيله هاي بهالوصفه ابو محمد هاي برد مريحي برد برد مريحي اي والله منك انا نسيت قنبوعتي فوق خليت القنبوع حتى تدري كم باجلنا كم باجل ثلاث ساعات وبنسير المطار يلا بنسي انسي نتريك يلا غايته بس انا ها هذا وين يباك الريال هاي تاخذ لك ساعه وتصير تبيعها هناك ايش دراني ما تحين هالمطعم اللي تريق عنده ما تحين واحد مغربي هناك الفندق كنايس كبار كنايس كبار والله ما علي انا باخذ الدنيا لا زين اخيار حقت ليش تصلي المطعم اكيد ما بشيء عادي بلاد حجمه كله بالحجز تحس انه مطعم عملي ما بمطعم عادي مطعم عملي يعني تحس انه اكيد هذا كيتشنهم في كورة يجنن خفيف لطيف فنان وهناك الربعة هذا ابو راشد وهذا سيو منهل وهذا اللي بيو مالنا لازم حجز على فكرة ها نحن بزوحي لو حصلنا الطاولة قالوا تطريقوا بسرعة تشتلون قلنا لهم إن شاء الله وهي والله وهذا وراشد حبيب مقندح دورين ثلاثة تحت الأرض ما ديك وكل فل هي والله يا مرحبا أبو راشد يا مرحبا فيه. يا مرحبا هذا مطعم إيطالي منو؟ إيطالي يمكن إيه مطعم إيطالي جاء أنا ما يلي خبر خبر فنان فيه فايدة يوم نحن كنا في مطابخة تسيلة في المصنع للاحتفالية بالسنة العاشرة على بدأ سير خط السير لصناعة المطابخ سووا مسابقة دسوا المحلاي منو اللي فاز وليد الدواس فاز بمطبخ يمكن جيبت 200,000 250 370 والله ما أعرف ما حددوا السعر لكن اللي فاز وليد الدواس والأجانب بعد سووا لهم اللي كانوا هناك بعد حاضرين هالطلبة اللي يدرسون يتعلمون طريقة صناعة هذا بعد واحد منهم فاز بالمجموعة هذيك اليوم طالت عماركم ونحن هني الحين ياسين رشوا لنا خبر عكسينا ان مسوين مسابقة المسابقة وايد سهلة فقط يبون يربحون المتابعين اللي عليكم بس تدخلون الانستغرام وتعرفون الأمور كلها هذا حسابهم تابع حسابهم السؤال هذا مخصص للجمهور سؤال المشاهير وخلص العرب سؤال المشاهير للأجانب بعد وخلص وحين هذا السؤال للعرب كلهم للجمهور لمن يرغب ليبه
ايفون ايفون ما بطايح في الرقعه جيمت بهاك الحكي تابع الحساب وجاوب ومنشن حق اثنين مرباعك وخبرني لا لا تخبرني زين يلا الله يستر بس تابع الحساب ومنشن حق اثنين مرباعك ان شاء الله انك بتدخل وجاوب على السؤال وهذا ريوبنا متابعك لحساب اكسينا مش فقط اسم حساب اكسينا ما يخطف شهر اللي ينزلون مسابقات ما يخطف وقت للفتره الثانيه اللي تشوف الجديد من المطابخ الالكترونيه طريقه التوصيل طريقه التصنيع الموديلات الاشكال اشياء وايد جميله حسابهم يعني في متعه ما بالله جوائز وبس لا في متعه متابعك تلحق وتشوف كل جديد في عالم المطابخ هذا اولا ثانيا جوائز مميزه جوائز بالاف ما بهانس مصداقية ما بالله قيح والمقالة خلية يعني قرقعوا جوائز ومحد يفوز هذا قدام عينكم وايدين فاز هذا الوليد دواس فاز واحد انجليزي وقبل آلاف مؤلف الناس اللي فازت كل شهر جوائز من مطابخ من الكترونيات أشياء وايدة أكسينا ما بالله مطابخ عادية أكسينا ما بحدث عابر أكسينا عالم من المطابخ عالم من المطابخ ولكم هذا المكان مطبخ بيتي مثلا له 3 أو 4 سنين حاليا لين اليوم ولين بكره قوي ومتين ما في تلخلخات ولا في شيء ولا شيء هذا كله اللي تشوفونه كله هيدروليك من تفتح وتسكر كله هيدروليك قوي ومتين لك وللزمن لا بيخترب لا بيتلخلخ لا بيعول ها نوع الحديد اللي يستعملونه الماتيريال مالهم يشل جميع الاوزان يشل كميات كبيره متزن ما في تلخليخات ما تقول انت بعد يومين ثلاثه ولا سنه ولا سنتين من الاستعمال بيخترب لا يشل اللي تحرش حاط زمانه هو مطبخ وهو ستور في ان واحد في طريقه تخزين عندهم وايد الناس اللي تخدم لكن مثل اكسينا من النوادر يعني من الشركات القليله اللي تلقط هيفي ديوتي سامانهم شوف وين ما طالع ها تخزين ها طالحين ما شيء ترقيع بيبان دربي ودربي ما شيء يبنى كل سايلنت تعالي حنايا سكري الدنيا كلها يلا خاطري اغني لكم اياها غناء الكمارو الحسم تيود هي الاغنيه عاده اليوم داقه في بالي من الصبح كم باقي على الرجعه 6 أيام لو 7 يمكن الخميس يوصل ولا يوصل الجمعه شو تقول براشد مو انا تو هنا يوصل ماشي ما يوصل الجمعه ولا السبت ابى عندك شو يا ابو النشاي حطها يبون في هذا تبطل عنه وتحط الداخل سيده يقول لك هذا تجلب عليه من يذهب خلاص هذا تشيز بلتر صحن فيه مجموعه اجبان وهذا ايج بندق مع شو اسمه الافوكادو وهذا بعد كرواسون بعد من غير ما ادري شو وياه بعد هذا وهذا ها وهذا خبز هنتي خبزتين هذا يا ابو اليو هذا اللي طلبناه قلنا هم اخير ما عندكم حيا ابونا هذا اخير شيء بداخل العافيه ابو راشد هذا مو فيها سكر Thank you, my brother. Thank you very much. It was very good breakfast. Thank you. ها براشد. ها شوفوا. صبر. نحن عطينا براشد. قال هاي ليش جايبينها؟ قلنا لي حطوا ورقة الشاهي لبتن داخل ويجلبونها. من تخلص عقبوا الورقة وشربوا الشاهي. زين. لكن شو اللي صار؟ إنه. بالمشكلة براشد تم يتريا هذه. ليه خلصت؟ لين وقفت. شرب الشاي من غير ما يظهر هذه ليه؟ كأنك يا ابو زيد ما غزيت والله يا ابو محمد على البركة ولا الله يسلم الكافلة أيوة. انا احسبه كل ما طول يطيب لا قلت هيكون معتق من نوع الكاوي المكان تزر لين عينه ما ابالغ ولا طاولة فاضية ولا طاولة بعمال الحين اصوركم وراشد وراي ولا طاولة واكبر هذا قسم بعد هذا قسم من الطرف هذا هذا منيها شيء ثاني اللي هو تبعه هوي ما
كم بتخمين كم بتخمين كم بتخمين كم بتخمين روح براشد روح ابو محمد يا ربي الحس ايش قاعد يتيول اسمين مطعم يا ضوي وابويا ها وابويا عليك برد نعم يقص اصلح بعد قلت لك تعال ابو راشد بيانجا ها شوف الله عليكم هالمبنى شوفوا من غرائب الدنيا السبعة ومن عجائبها شوفوا شوفوا ايش قاعد مسوي له والسيارة عليه كذا الطرف هذاك بعد من غير يبل هذا عاد المنظر ماله من الطرف هذاك وانا ما في يسير من هذا المبنى صديق البيئة كيف عرفت؟ عشان يحافظوا على العشب والخضار خرب الله تقضي الساحل والله وادي يقولوا لي يوم من ايام الله بتكتشف ان هذا مخبر مخبر هذا بيواشي بيواشي عليك ولا هاو ار يو شوفي وراك تنشوف هذا لا قلت قلت كلام خرب الله تبي يفضحنا فضيحة هذا ها هذا ها علي يصدقون على العرب للدراسة فور سكول ها ها افحص ها ها ابوي هل منطقتي ان تؤمن ابوي انا دور واحدة من يتصدق علي ثانك يو استيغط استأمن انا ما في كلام اقرا الماني ما في الماني نو جيرمان عربك عربي ايه عربي هي يس ابوي ما في جابني مدرسه انا لا تمتو لا هاي ما 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 سوي توك انت بتوحني بالمصايب الدخل اللي تقوم سيبنا المدرسة إيه أنا أبني شافك جاكيت ودزلدورف وما أدري شو أنا ألبس خلاقين مع الحابين سلمان بن محمد النصير إيش حالك يا ولد العم خير الله يسلمك كيف أنت الله يسلمك والله اللي الله الله سوي شي بالله عليك الله ما شاء الله عليك الله يحفظك يا مرحبا شرفنا بشوفك انا يا مرحبا يا سلام على ربعك وصدقانك كلهم يبلغ الله مرحبا يا مرحبا يا هلا حافظ عليك يا ابو راشد حافظ عليك حافظ عليك وعلى هالتفازيره يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام جلسه عكا هي طير على بكر ما شاء الله عليك عين عليك بارده احنا دخلنا ابوي هذا مول هنا عدالنا باجي نص ساعه يوم حادث هلها ضعنوا قالت حلوا يوزوني الريل نحن احنا ثلاث ايام ما سرنا باي مكان يوم مره باجي ساعه عن السفر تورت بحلقه عيوننا ما كان شيء وقت لو بعد لعلمك كل المتابعين اللي رسلوا يقولوا استعجلوا على المطار لان وايد حصل لهم اضرابات تروح عنهم الطائره لانه زحمه يستوي العمال شويه يلا شوف انت ايه انتوا تحرقوا ابو راشد ساكنين في مكان هينه طيب ساكنتهم وين هذا مكان وين ساكنين ابو راشد هذا ابو راشد وهذا منهل وهذه الشنط وهذا راعي الدار وهذا راعي المكان وهذا راعي الليوان مكان يجنن غير نمونه وهذا البوس عندهم هذا الكل في الكل زين وين الكرت مال الفندق الكرت كرت يلا عادي هي انت هذا كرتهم وتصورت لكم انا الشقه من فوق الشقق في منتهى الروعه وهاللوادم كلهم فنانين ها هذا فنان وهذا فنان وقهوتهم وريجاتهم كلها موجوده وكل العرب اللي فيها خير كلهم يسكنون عندهم ها وين هذا عنوانهم حاضر يعلم الغايب لا تقول ما قلنا لكم شقق في منتهى الروعه امن وامان وسكيورتي وخدمه فندقيه ما ادري شو عندهم كل شيء عندهم وهذا ها كبيرهم علمهم السحر رجال الحين ما طاع يخليني اصوره يقول لي ابوي الفوايل والغديات والعشيات ها واللي حط ابوي غديات وعشيات الناس تطبخ فوق وتنفخ مكان يعني وايد فنان وهاي فوايلهم هم وهني عاده الدلال ها الدلال والعلوم كلها تكون موجوده هناك هاك الرجال ما يباني اصوره صار هناك المهم المبنى عباره عن كم شقه؟ كم شقه؟ 43 شقه مساحات شيء غرفه وشيء غرفتين شيء ثلاث شيء اربع شيء في 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 اي بي هذه اللي انا ما شفت لكن الفي اي بي نحس كنا فيهن ويقوم منهل وايد زينات يعني ترتيبهم وايد زين وهذا كله في عين الماء اي منطقه نحن في دوسلدورف في تونهان ستراشا في السنتر هي نحن هنا في السنتر شو الكونكسلي ايوه زين هاي وايد عيب انا اول مره اشوف جوجه صفراء هاي الجوجه الحمراء اعرفها الجوجه الصفراء ما شفتها فباخذ واحده من هذه وواحده من هذه
ابو براشد؟ نعم. شفت طلعك كرام الليبيين؟ ابوي مبونهم كرام الليبيين. اي والله حافظ علي هالرجال. اي والله يا حم الصبح يتلقاني انا بالقهوه والشاهي وكل شيء. اي والله تحراهم تحراهم من جماعتنا. اي والله عرب طيبين بطريقه ما تتخيلونها. سبحان الله ها ابو راشد؟ نعم. نعم ما تلقاه يصبح يذبذب الذبان على وجهه ويكشكش ولا تلقاه حد يخطب. ولا والله العظيم انه كرم فيهم ما في حد هاي اللي نحن جلسنا عندها. تستاهل يا ابو محمد انت طيب. يا ربي يندوكم. هاي في عين المي يعني المكان. في سر من عند الالمان انا ما عرفت الا من يومين ثلاثه. وتذكرت الحين المعلومه هاي ان الالمان ما عندهم ميارس بيوتهم. ميارس ما عندهم فلذلك اهتمامهم في المطابخ. ليش؟ ضيفهم يجلسون في المطبخ يسوي الطاولة وجلسة كراسي وعلم وخبر في المطبخ فلذلك دور ما دار المطبخ يكون شيك وأنيق وفنان طريقة خيالية من رخام من أخشاب من متل من براقي من زجاج من إنارة تلقط أكثر بلد ناس يهتمون في الفينيشينج في المطابخ والمتانة هم الألمان لذلك أحسن صناعة مطابخ توجد ما بشرق وغرب عند الألمان نظراً لأن ميلسهم الرئيسي واجهة المنزل عندهم المطبخ. مطبخي أنا في البيت له أكثر عن 4 سنين وهاي السنة الخامسة ولا عول من رطوبة من تصفيع البشكارات تصيب الوقعة في اللي دافرن الخدمات وعندك ودونك وصغارية وتشديخ في البيبان ولا عول لا اخترب واير لا اخترب هيدروليك لا تلخلخ شيء غادي ما شاء الله تحرى توه ميوب اللي من ألمانيا لكن مشكلتهم وحدة أن يبطون في التصنيع يطرشون حد ياخذ القياسات والمقاسات وما أدري شو وما أدري شو وعقب يسوي لك إياه ياخذ على الأقل من 3 إلى 4-5 شهور على حسب حجم المطبخ ونحن وصلنا المطار هذا المطار أعطاني مشمشة أعطيك شو ها؟ مشمشة أعطاك الله وجمة آمين أنا ومن هلق ويالسين ندير عيوننا شوف الساحر براشد ها. وين هذه EK056 دبي الساعه 3:25 الاقلاع هي على الجيت C42 وهاي منو اللي مسني الحين انا بس مستر ابو راشد جيرماني مان الله اكبر عليك ابوي انت ابوي قد براشد يقول شعره في عينه حبيب شعره لا ما بشعره هاي دبانة هذي ولا دبانة دبان بعد ما بنمله ولا حاسه دبان بسم الله عين واحد ميت معي يا جماعة الخير اللي داخل ديزلدورف يبون يسافرون لازم تي قبل الطيارة على الأقل 3 أو 4 ساعات شوف هذا لاين هو لطول عرض عرض هذا رافين حوالي ما يقارب 300 متر طوله خلق الله كلها يا ست ريال لاينين ها هذا خط وهذاك الخط الثاني أما لا إله إلا الله ترى ها شوفوا لاين من متى ونحن نمشي إيه اللي بيسافر اللي بيظهر من ديزلدورف يجي إيه قبل الرحلة إذا ماشي يجي إيه ب3 ساعات أو 4 إحنا نحن جينا أكثر من ساعتين وها شوف عد اللاين قدامه لأن وقت ضربات عندهم شيء من الموظفين مطنجرين يبون زيادة المعاش ما أدري يبونها مال روسيا ما أدري مستوي حسب الحرب اللي بين روسيا وبين هاي الأوكرانية مظلومين إيه فهاي الحالة ها براشد هزكت عن كسطول الكرشك وبيعوك إياها ليش؟ لأن نطلع فاثنين ما طعني قد دوام ليش؟ نقص عنهم المعاش ومغلى عليهم البترول ثم ردوا أبويها إن شاء الله أن محمد حطب بقي أبيعه هنا في الشتاء حطب صخام اي حتى يبون صخام سمر انزين وانت مو القلة فيك قبضك شيوان وانا شيوان بنصخم بنسوي صخم اسمينا بنسوي ثروة اوف والله ينعق ذا التلفون ابو ظبي دبي الشارجة خصومات في زنوبا كاربت تصل الى 70% ما عندك تدفع كاش يقسطون لك ناهيك عن قسيمة 50% اشتريت ب10,000 ب5,000 يردوا لك اياها قسيمه تاخذ زوليه زوليتين 3 انت حر كل هذا في زنوبا كاربت ساكنه في العين الفايضه يا امتيه بشوفك وبيتنا رقم 2 ساكنه في العين الفايضه
يمتي بشوفك وبيتنا رقم 2 من 25 ل 27 من هالشهر اللي علينا معرض فوج ديزاينر ديستريكت في فندق الفيرمنت باب البحر. عن حد منكم تدني نفسه ويقول انا نسيت ولا ما اتذكر ولا ما اعرف ولا ما خبروني؟ خبرناكم قبل الحشر بعشر، خبرناكم من وين؟ من مطار دزلدورف وداخل هالطيارة. ها ها بلال لا تمشي مشاهد وراشد زين. من السوشيال ميديا أكثر عن شخص، كلنا بنكون موجودين ومالكم للكرامة والحشيمة. عني أنا بروح بحاول أغطي كثر ما أروح. بوتات متوفرة، واللي كان حد يبين حق على البوتات شيء بوتات. كم من واحد وإن شاء الله بكون من أول الحضور في التقرير أول مرة. فوج غطيت لهم أكثر عن مرة، 3 أو 4 مرات في هالسنة الاحتفال، والتغطية كانت شاملة ووافية للناس كلها اللي هناك. خطفت على العرب كلها في كل مرة، كم مروم أسوي أغطي. هذا أولا. ثانيا فوج معرضهم وايد مرتب جميل وفنان، ويحصل زخم وله زباينه الفنانين اللي ما يطنزون للبيزة ولا يفكرون فيها. فلذلك اللي ممكن تبى تعرض منتجات تتي الناس الفنان والناس طيب كلهم موجودين. أولا video between before we leave Düsseldorf. Where do you come from? I'm from Germany. How many husbands? I've seen 5 passengers from finding the way. One husband? Yes. How many babies? Once they're aboard, we are going to go. Where are they? One live with me. And one live in Dortmund, one live in Dubai, and one in Cologne. Again, MashaAllah. Yes, you are going today to? Today is a surprise for my daughter. She is. You are going to today to sleep in Burj Al Arab. Yes. Allah. طيارة من زين هي وقف ما بطيارة بلاد تبارك الرحمن ما شاء الله. خلاص عاد لحد يرمسني ولا رمس حد لين الله يسلمكم. متى سكر ضرب الله تكبر لين متى تصير الطيارة وتسوي لاندنج وتوصل لبلاد ارمسكم الحين باخذها راقدة ثلث وحدة ناشي الفير تعيدوني ما صوركم بعد الدنيا ظلمي الساعة 4:30 ما يندر كم رقدت كان لاني راقد من وقت عاد البارحة لكن ان شاء الله اني من اول ما نشي برمس وياك بنسولف ان اخبركم عن امور الدنيا كلها وامور الرحلة. وهذا ابوي هاي حاطي لها الوردة وهاليلس الفنانة وهالكتشن هالواد ميراني من هناك ما يندر احد منه قدامي منه الله اعلم لكن اناسه. بابا منين انتي يا استنخر عليها الفقير طول الليل عسير همانة او انكالتي ناخر والله كان عمتك راح يجيبوني ما عندك صفوف لكن لقطت لي لك الماء اللي ما لحد شيء لايب مسكوم كريدي
إذا تفوت وصلنا محل ما كليتي كانا كانا أردو تعرف هاي تتذكر دوبيا الباكستاني والله دوبيا الباكستاني.